مرحبا بكم. هل تذكرون هولك؟ الرجل الأخضر الممتلئ بالعضلات هو مجرد فيلم، لكن هناك أشخاص في العالم الواقعي يشبهونه. سنعرض لكم اليوم 5 عمالقة حقيقيين لا تريدون العبث معهم، تابعونا. لكن قبل أن نبدأ احرص على الإعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي لا تفوتك الفيديوهات القادمة. إيدي هول، هذا الرجل يسميه أصدقاءه بالوحش، استطاع في مسابقة الرفع المميتة رفع وزن 500 كيلوغرام، نصف طن كافي لجعل الدم يتفجر من أنفه وفمه وفقده لوعيه. يأكل هذا الرجل ما يقارب 10,000 سعرة حرارية في اليوم الواحد. هوانغ تشولسون، لاعب كمال أجسام كوري يملك 8 عضلات للبطن بدلا من 6 المعتادة. في صغره كان نحيلا جدا وبساقان كأنهما عودا أسنان. بدأ تدريباته في سن 20، ثم مع الوقت بدأ جسمه يتحول ودخل الكثير من بطولات كمال الأجسام وظهر في الكثير من إعلانات التلفاز. اليوم هوانغ هو صاحب جسم ضخم مخيف لدرجة أنه يبدو كهالك بجانب الآخرين. ساجد غريبي، هو رجل إيراني يسمونه أحياناً بهرقل الفارسي. هذا البطل عمره 27 عاماً، اشتهر جداً عندما نشرت صوره على الإنترنت. يستهوي المصارعة الحرة، لكن هل تتخيلون أن هناك أحداً يستطيع الوقوف في وجه هذا العملاق؟ يسميه أصدقاءه أحياناً بالجلاد، وقد صرح برغبته في دخول قوات الجيش، لكن أعتقد أن هناك وظيفة أفضل له، عليه أن ينضم إلى أفنجرز المنتقمون. زيدرونا زافيكس، هو أحد أقوى الرجال في العالم بعد أن حصل على ألقاب عدد من مسابقات القوى الكبرى وأهمها لقب بطولة أقوى رجل في العالم. انظروا لضخامة هذا الرجل، يسميه أصدقاءه بالرجل الحديدي. بدأ حياته برفع الأثقال ويستطيع حمل أوزان لن تتخيلونها. يتمتع بقوة تمكنه من رفع عدد مرعب من إطارات السيارات، ويأكل الكثير والكثير والكثير من اللحوم والأسماك المليئة بالبروتين. هاثور بيورنسون، يبلغ طوله 206 سنتيمتر وبوزن 180 كيلوغراما، يعرف بين الجماهير باسم الجبل بعد دوره التمثيلي الشهير في فيلم لعبة العروش Game of Thrones. بدأ حياته كلاعب كرة سلة محترف، ثم انطلق في مسابقات الرفعات المميتة. استطاع حمل شجرة بطول 33 قدما وبوزن 640 كيلوغراما، ومشى فيها 6 خطوات محطما بذلك الرقم القياسي.